الهجوم الإرهابي الغادر الجبان الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة الجديدة ظهر اليوم إلى مدينة عدن. من يقف خلف هذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان؟ ولمصلحة من هذا الاستهداف؟ ووفق المعطيات التي وردت للحكومة، حيث صرح وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك أن المعطيات تؤكد أن ميليشيا التمرد والإمام الحوثية هي من تقف خلف هذا الهجوم الإرهابي الغادر، ما هي الرسائل التي أرادتها الميليشيا من خلال هجومها وعدوانها المستمر على المناطق المحررة؟ وما هي التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة؟ وما هي الضرورات التي يجب على الحكومة أن تعمل عليها من أجل تحصين المحافظات المحررة وردع الإرهاب الحوثي الإمامي الإيراني الجبان الذي يستهدف المطارات والمساجد والمدن والقرى والمنازل، الذي يقتل ويفجر ويفخخ؟ وهل هناك أطراف أخرى ضالعة في هذا الهجوم؟ أسئلة كثيفة تقف أمامنا، ونحن نقف أمام عمل إرهابي غادر وحشي ومروع وصادم، استهدف منشأة مدنية راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح. الهجوم الإرهابي على مطار عدن، الرسائل والدلالات، وعنوان حلقتنا لهذه الليلة، عنوان تغطيتنا الخاصة لهذه الحلقة. هذا الهجوم الغادر والجبان والإرهابي يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها، وهي مهمة إنهاء الانقلاب وسعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع بلادنا. لن تثنينا أيادي الإرهاب والغدر عن مهمة استكمال توحيد الصف الوطني لمواجهة الإرهاب والغدر، ولن نقبل بغير النصر. ينضم إلينا الصحفي ورئيس تحرير موقع عدن الغد فتحي بالأزرق. مرحبا بك فتحي. يعني عدن لم تكن يعني بحاجة إلى كل هذا الألم والوجع والنزيف، ما تعليقك على هذا العمل الإرهابي وعلى هذا الهجوم والاستهداف الذي استهدف المطار عدن، استهدف عدن كمدينة، واستهدف أيضا عودة الحكومة والاستقرار إلى هذه المدينة؟ حقيقة أولا مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. عدن لم تكن للأمانة بحاجة لوجع جديد، ولا لمعاناة جديدة، ولا لمشكلة أمنية جديدة، ولا لجرح كهذا، لكن ربما هو تحصيل حاصل للوضع القائم منذ 6 سنوات من انتهاكات عنفية في عدن وفي تعز وفي مارب وفي الساحل الغربي وفي كل مناطق المحافظات المحررة. ما حدث اليوم وجريمة مكتملة الأركان تستوجب وقفة حقيقية من كل الأطراف المنوعة للحوثيين لإعادة تدارس المشهد وإعادة تدارس الوضع بشكل كامل. هناك اختلال، نعم، وهناك تضارب، وهناك تناقض في الأهداف والتوجهات، وهناك حالة من التناقض فيما بيننا البين، وهي توجهات للأسف الشديد فادت ميليشيا الحوثي ومكنتها من توجيه ضربات لنا هنا وهناك في مارب، في الجوف، في تعز، وفي الحديدة، وفي عدن. بالتالي ما حدث ربما يكون درس يضاف إلى الدروس السابقة التي تؤكد أننا بحاجة لإعادة تقييم الوضع، بحاجة لإعادة توحيد الصفوف، بحاجة لأمور كثيرة نستطيع من خلالها أن نوجه بوصلتنا نحو الاتجاه الصحيح والصائب. هناك خلل علينا الاعتراف به،
هناك أخطاء كثيرة حدثت علينا الاعتراف بها، وهناك جهود تبذل في هذا الإطار، علينا الإشادة بها. بالتالي ما حدث اليوم فليكن رغم المعاناة الشديدة لما حدث فليكن درس من الدروس التي يجب أن نستفيد منها كل الأطراف التي تناول الحوثي. وهذا الدرس الذي نستفيده هو أن الحوثي هو عدو الجميع، وأن الحوثي هو الذي يضر بالناس في مارب، في شبوة، في أبين، في الجوف، في كل المناطق المحررة. الحدث كبير والمصاب عظيم وجلل. بالتالي أتمنى من الحكومة أن تبقى في عدن وأن تواصل دورها الإنساني والإغاثي والسياسي والأمني والعسكري، وأن لا تغادر، وأن تؤكد للطرف الذي حاول استهدافها اليوم، الطرف الذي حاول عرقلة نشاطها، تؤكد لهم أنها باقية وأن جهودها متواصلة، وأن الأمور ستمضي أولا وأخيرا إلى الأمام، ولا شيء دون ذلك خيار لليمنيين بشكل عام. ما هي المتطلبات والتحديات التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة الآن وفق هذه المعطيات حتى نستطيع أو تستطيع أن تعيد الثقة للمواطن اليمني لمسار عملية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد الحوثي الذي ساءه عملية لم الشمل للأطراف اليمنية وفق حكومة واحدة؟ المشاهد التي جاءتنا اليوم من مطار عدن أوضحت كم نحن بحاجة أولا وقبل أي شيء لتوحيد الأجهزة الأمنية، لتوحيد كل القوى العسكرية المتناثرة هنا وهناك، لتعزيز حضور الدولة وسيطرتها ومؤسساتها وأجهزتها. هذه خطوة أولى على الحكومة أن تقوم بها. لا شيء دون لن يكون هناك أي استقرار، ولن يكون هناك أي أمن، ولن تكون هناك أي دولة طالما والقوات العسكرية والأمنية متناثرة متناحرة مختلفة ومشتتة. الخطوة الأولى هي توحيد هذه الأجهزة الأمنية، تأهيلها، إيجاد سلطة حقيقية تخضع لها وهي سلطة الدولة أولا وأخيرا، ثم السعي لإيجاد حضور مؤسسة الدولة ممثلة بكل الوزارات، ابتداء من الداخلية إلى الدفاع إلى الخارجية إلى الصحة إلى كل الوزارات. نريد حضورا حقيقيا للدولة خلال الفترة القادمة. لا شيء يهدد الحوثي ويقض مضجعة أكثر من عودة الدولة ومؤسسات الدولة وحضور رجال الدولة وكيان الدولة. دون ذلك الحوثي سيظل منتصر وسيظل هو الأقوى وسيظل هو الأكثر حضورا. الحوثي يدرك كل الإدراك أن هذه المخاطر التي تعترض هي وجود الدولة ووجود مؤسسات الدولة. بالتالي وصار اليوم استهداف الحكومة لحظة وصولها لإدراكها العميق أن لا خطر يتحددها أكثر من توحيد الصفوف القوى المناهضة له، عودة الدولة، عودة مؤسسة الدولة، عودة رئيس الوزراء، عودة كافة الوزراء. هو يستفيد بشكل أساسي من حالة الشتات، حالة الفوضى، حالة التقاسم والانقسام الحاصلة في الصفوف المناهضة له. بالتالي هو ضربته ويدرك أنه يجب على الحكومة أن تغادر ويجب أن يفشل كل خطوط توحيد القوى الجمهورية التي تسعى لإزاحته من المشهد. ورد على 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 الحوثي أكمن في أن تبقى الحكومة أن تمارس دورها. أن نرى الحكومة غدا أو بعد غد وستعقد اجتماعها لتؤكد بجلاء واضح أن صوتها حاضر ووجودها ملحوظ وهي ستواصل دورها في عدن. هل تستطيع الحكومة من خلال هذه الأحداث والتحديات أن تجعلها منطلقا لأن تثبت وجودها وأن تخلق حالة من حتى من وأن تصنع قوة ردع للميليشيا والتمرد الحوثي حتى يفكر ألف مرة من أن يستهدف المناطق المحررة؟ استهدف على العند، استهدف معسكر ومسجد الميل في مأرب، في استهدف الكثير من الأهداف العسكرية، وحقق الحوثي يعني أهدافه عبر استهداف يعني عمق حضور الدولة. هل يمكن لهذه الأحداث وهذا الهجوم الإرهابي أن يكون منطلقا لعمل جديد وحثيث ومكثف
لحضور الدولة وفاعليتها؟ هو يفترض أن يكون ذلك. عدن انتصرت على الحوثي في 2015 بمجموعة بسيطة من القيادات الأمنية والعسكرية والسلطوية التي صمدت وشكلت غرفة عمليات واحدة وقادت حركة مسلحة ضد الحوثيين انتهت بهزيمة الحوثيين. عدن لديها تجربة عظيمة في الانتصار على ميليشيا الحوثي قدمتها بكل جلاء في العام 2015، بالتالي اليوم الظروف ربما تكون أكثر تهيؤاً. لدينا قوات أمنية ولدينا قوات عسكرية ولدينا قيادات من كل مختلف الأطراف، فقط ينقصنا أن تتوحد الجهود، أن تتوحد كل المساعي صوب أن يسمح للدولة بأن تعود، يسمح للحكومة أن تباشر مهامها، يسمح لكل الأطراف أن تشكل حضورها الحقيقي دون ما ضرر ولا ضرار، دون ما إقصاء لأي طرف. نحن بحاجة أن كل الأطراف تشارك في عدن وكل الأطراف تسعى في عملية الصد والهزيمة للحوثيين. بالتالي نعم. الحكومة اليوم حاضرة وعليها ألا تغادر، هذا هنا مربط الفرس، هو أن لا تغادر الحكومة ولا نرى بعد يوم أو يومين وعدد من الوزراء وهم ينسلون عبر مطار عدن إلى خارج البلد، ثم نعود إلى نفس السيناريو القديم، وزير أو وزيران هنا في معاشير ووجود شكل الحكومة. نعم. عدن لم تنطلق والمحافظات المحررة لم تنطلق والدولة اليمنية لم تنطلق والتحالف لن ينتصر إلا بوجود حكومة يمنية قوية تنطلق من عدن وترتب الأولويات الأمنية والعسكرية والاحتياجات الشعبية لعدن، لتعز، لمارب، للجوف، للحديدة، لشبوة، لكل المحافظات اليمنية. نحن بحاجة أن ننتصر، والانتصار هذا لن يحدث إلا متى ما رأينا قياداتنا السياسية حاضرة في الميدان موجودة بيننا. نعم. الصحفي فتحي بالأزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، سفير بلادنا لدى منظمة اليونسكو. نحن أمام تحديات متعددة متعددة وأيضا معقدة، وعلى الحكومة أن تثبت حضورها وجدارتها في هذا التحدي. يجب أن تكثف من حضورها على المستوى الخدمي، على مستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري والميداني والسياسي. المستوى العسكري نحن بحاجة إلى قوة ردع يعني غاشمة ضد كل متمرد، ضد كل إرهابي، ضد كل من يفكر باستهداف الدولة والمدنيين واليمنيين في أي مكان. علينا على الدولة أن تصنع لديها قوة ردع حقيقية تواجه من خلالها هذه العمليات الإرهابية. لدينا ينضم إلينا الدكتور محمد جميح. دكتور محمد، أمام هذا الهجوم الإرهابي الغادر الذي أراد أن يستهدف الدولة برمتها، يستهدف اليمنيين، أراد أن يستهدف الحياة بمختلف جوانبها، كيف تعلق على هذا الهجوم وما هي الأهداف التي أراد الإرهابي الجبان من خلال هذا العمل الغادر؟ طبعا أخي الكريم، بعد التحية لك ولمشاهديك، ينبغي أولا أن نسمي هذا الإرهابي، أن نقول بأنه الحوثي، هذا كلام لا لبس فيه ولا شك. لأن العملية التي كانت اليوم المستفيد الأوحد منها هم الحوثيون، هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه لا يسير الطائرات المسيرة، ولا يرسل الصواريخ البالستية، ولا يدفن الألغام الأرضية، ولا يزرع الألغام البحرية، ولا يفخخ الطرقات، ولا يقوم بعمل هذه الأعمال مثل هذه الأعمال، ولا يرسل ويقصف المطارات المدنية من قبل ومن بعد. هم الحوثيون الذين يقومون بذلك، وبالتالي كل المؤشرات تؤدي التحليل إلى الارتقاء إلى درجة اليقين بأن الحوثيين هم الذين قاموا بهذا العمل،
ونفي الحوثيين لهذا العمل أو أن لهم علاقة به إنما يثبت أن هذا العمل هو من تدبيرهم، لأنه في هذه الحالة النفي إثبات. إذن الحوثيون هم المستفيدون من هذه العملية، لأنهم أرادوا اغتيال الرياض، أرادوا أن يخلقوا الأوراق بأن يجعلوا كل طرف من أطراف هذا الاتفاق، الأطراف التي كانت متناحرة ومتخاصمة قبل الاتفاق، أرادوا أن يجعلوا هذه الأطراف تتهموا بعضها بعضا، ولذلك نفوا مسؤوليتهم عن هذا العمل من أجل أن تتهم الأطراف بعضها كما قلت. أرادوا كذلك أن يخلقوا أمن عدن وتظهر بشكل المدينة غير الآمنة، أرادوا أن يبعثوا برسائل إلى الحكومة بأن الحكومة تحت طائرة صواريخهم وطائراتهم المسيرة، أرادوا أن يبعثوا برسالة بأنهم ممكن أن يصلوا إلى أي مكان يريدون. ما الذي ينبغي على الحكومة وعلى التحالف المقاومة والجيش أن يقوموا به؟ أول نقطة عليهم أن يكون ذلك العمل اليوم دافعا لهم لأن ينسوا ولا يتناسوا، إنما ينسوا خلافات الماضي القريب، وأن يعملوا بروح الفريق الواحد. يجب أن تكون هذه العملية اليوم دافعا قويا من أجل إثبات وجود الحكومة في عدن وتعزيز اللحمة الوطنية. طبعا مطلوب منه أن يؤمن المدينة بمنظومة صاروخية، لأن الحكومة الآن وكبار رجال الدولة باستثناء الرئيس طبعا موجودون الآن في هذه المدينة، وبالتالي فإن المسؤولية الأمنية جسيمة، وهؤلاء الحوثيون يمتلكون الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، ولا ينبغي أن تظل السماء مكشوفة لهم وقتما يشاءون. بشكل عام ما جرى اليوم هو عمل إرهابي بامتياز، وهذا ينبغي أن يحرك لتحرير دبلوماسياتها في الخارج من أجل المطالبة ودعم الدعوات التي بدأت هنا وهناك في داخل الغرب والولايات المتحدة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، لأنه إذا لم تكن زراعة الألغام البرية والبحرية وإرسال الطائرات والصواريخ على المطارات المدنية واستهداف المدنيين بهذا الشكل، إذا لم يكن ذلك هو الإرهاب، فما هو الإرهاب إذن؟ الحوثيون جماعة إرهابية، وينبغي أن يصنفوا عالميا على هذا الأساس، لأنهم يقومون بكل ما يمكن أن تقوم به الجماعات الإرهابية الأخرى. وفق هذه المعطيات وهذه الدلائل التي تشير إلى المجرم الحقيقي الذي يرتكب كل هذه الفظائع بحق اليمنيين، وهي الحوثية الإمامية المدعومة إيرانيا، ما أهمية أن يكون لدى الحكومة اهتمام استثنائي بالجانب العسكري بالقدرات النوعية لعمليات الردع، بأن تتوفر لدى الحكومة، ما المانع بأن تتوفر لدى الحكومة طائرات مسيرة تستطيع استهداف أي تجمعات حوثية؟ ما المانع أن تتوفر لدى الحكومة صواريخ باليستية تستهدف معسكرات ومتارس ومواقع هذه الجماعة الإرهابية؟ إلى متى ستستمر الحكومة الاعتماد على التحالف في استهداف الميليشيا الحوثية في العمق؟ إلى متى؟ يعني نعم، أنا أعتقد بأن ما تفضلت به هو حق طبيعي للحكومة اليمنية. على الحكومة اليمنية أولا أن تنسجم فيما بينها، عليها أن توحد رؤيتها، عليها أن توحد استراتيجيتها، عليها أن تظهر بمظهر الفريق الواحد، وعندها يمكن أن تنال مزيدا من الثقة من المجتمع الدولي، وأن تطالب بحقوقها السيادية في احتكار السلاح والسلاح النوعي من أجل مواجهة الانقلابيين. الذي يحصل أن الأسف الشديد أن هناك كثيرا من الخلافات والانقسامات داخل هذه الحكومة، ربما تجعل الآخرين يفكرون كيف يمكن أن يسلحوا هذه الحكومة وبهذا الشكل. بداية ينبغي أن نبدأ بأنفسنا، توحيد الصف، توحيد الخطاب السياسي، توحيد الخطاب الإعلامي، ومن ثم المطالبة بالسلاح النوعي، وهو حق سيادي ومشروع الحكومة اليمنية. لكن علينا أن نقول لأن أصوات النشاز اليوم التي ظهرت هنا وهناك، والتي لا تفقه ولا تعرف معطيات ومسارات الأحداث، والتي لا تعرف مآلات ما تقول به، هذه الأصوات ينبغي أن تعقل. أعني الأصوات التي ذهبت إلى تبرئة الحوثيين للأسف الشديد من داخل الأوساط التي المحسوبة على الحكومة أو المحسوبة على الانتقالي، الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر. هناك ممن يؤيدون الانتقالي يقولون بأن الشرعية وحزب الإصلاح وراء ما يترى، وهذا كلام سخيف،
وهناك أيضا أصوات مقربة من حزب الإصلاح ربما تقول بأن الانتقالي هو السبب، وهذا كلام صحيح. الانتقالي ولا حزب الإصلاح لديهما مصلحة في مثل هذا العمل، ولا الشرعية ولا التحالف. الاتفاق الرياض استهدف اليوم بما يعني بأن السعودية والإمارات لا يمكن أن يكون وراء ما جرى، وكذلك وزراء ينتمون إلى الإصلاح وإلى الانتقال كانوا مستهدفين، وهذا ينفي نفيا قاطعا أن يكون أي فصيل أو أي جماعة أو أي فرد يمكن أن يكون على علاقة بهذين المكونين السياسيين يمكن أن يكون وراء ما جرى. إلا أنه العته بتصوري، إلا أنه الغضب، إلا أنه الإحباط، إلا أنه عدم الإدراك هو الذي يجعل الآخرين أو يجعل البعض يبرئون ساحة الحوثيين ويتهمون بعضهم البعض. وهنا يمكن هنا موقف أنه مثلا أنه لا يمكن أخي العزيز، نعم، لا يجب أن يعني يسعد الحوثيون بخصومه بهذا الشكل، يسعد الحوثي بخصومه بهذا الشكل بمعنى أنه يستهدفهم ثم هم يتهمون بعضهم بعض، هذا من السخف ينبغي أن يتوقف. نعم، هنا موقف الإصلاح عبر ناطقه الرسمي عدنان العديني يقول أن من يقف وراء هذه الأعمال الإرهابية قد ساءه التئام شمل اليمنيين وحدتهم في سبيل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وهنا الأصابع تشير كلام واضح يشير إلى تحميل الإصلاح ميليشيات الحوثيين مسؤولية العملية الإرهابية اليوم، وهو كلام رسمي، وأنا لا أقصد الموقف الرسمي للحزب، إنما هناك من يعني يريد أن يتنطع أكثر ويحمل شلال ويحمل بعض الجهات المناطقية ويحمل الانتقالية المسؤولية، وهذا نوع من الـ من الـ من الـ من, من الخبث. بالمقابل هناك أيضا قياديون للأسف الشديد ألمحوا إلى مسؤولية ربما تقوم لهذا التيار أو ذاك، هذا نوع من السخف ينبغي أن نترفع عنه. لكن بالمقابل كما أن هناك موقفا مسؤولا لحزب الإصلاح إزاء هذه الأحداث بتحميل الحوثيين المسؤولية، هناك أيضا محافظ عدن وهو قيادي في الانتقالي وقال بشكل واضح بأن عقب العملية بعد أن ذكر أن قرابة 15 أو 14 شهيدا سقطوا وفوق 50 جريحا يعالجون، قال والحرب مع ميليشيات إيران الحوثية مستمرة، يعني أنه يحمل وهو مسؤول رسمي وقيادي انتقالي يحمل الحوثيين المسؤولية. ما هو الرد العام الطبيعي؟ ما هو الاتجاه العام الانتقالي يحملان الحوثيين المسؤولية، وعلينا أن لا نلتفت إلى أصوات النشاز التي تخدم الحوثيين ربما بحسن نية من حيث أرادت أن تسيء لهذا الطرف أو ذاك. أين يعني ما هو الرد الطبيعي لهذه العملية الإرهابية التي أرادت أن تستهدف الدولة اليمنية في العمق؟ هي عملية أريد من ورائها استهداف اتفاق الرياض، استهداف كما قال عدنان العديني، استهداف التئام اليمنيين من أجل إفشال استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. وبالتالي على الحكومة أن تضع أولوياتها أن الهدف الأكبر هو استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. على الحكومة في تصور كرد فعل أولي وسريع على هذه الخطوة أن تثبت وجودها في عدن على المستوى الأمني، على المستوى الخدماتي، على المستوى الاقتصادي، وأن تسرع بتمثيل اتفاق الرياض بإخراج الوحدات المتقاتلة في عدن إلى مواجهة الحوثيين في خطوط التماس باتجاه الضالع واتجاه البيضاء واتجاه مأرب وغيرها من خطوط التماس مع الانقلاب الحوثي. هذا هو الرد. أما أن نظل نتلاوم وأن نظل نتهم بعضنا بعضا، فأنا أعتقد أن الحوثي سيستمر في إطلاق المسيرات والصواريخ البالستية دون أن يخشى ردة فعل. الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي وسفير بلادنا لدى اليونسكو كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن عملية الرد الطبيعي التي يفترض على الحكومة فعله هو دعم وإسناد الجبهات التي تقارع الحوثية والتي تواجه هذه الميليشيا الإرهابية. الدكتور محمد جميح صوب السهام وحمل طبعا صوب سهامه كما يصوبها كل اليمنيين نحو الحوثية باعتبارها العدو اللدود والعدو التاريخي لليمن وللدولة اليمنية وللجمهورية ولكل ما يتعلق
يتساءل من الذي يطلق الصواريخ، من الذي يطلق الصواريخ البالستية، من الذي يفجر المنازل، من الذي يستخدم الطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين، من الذي يلغم، من الذي يستهدف صدور ورؤوس الأطفال عبر قناصته؟ هو الحوثي، وهو لا يتورع في أن يستهدف المطارات والمدن وغيرها. لدي اتصال، لدي الآن ينضم إلينا علي الأحمدي الناطق باسم الناطق الرسمي باسم مجلس المقاومة سابقا والمحلل والكاتب السياسي. الأستاذ علي، نحن أمام عملية إرهابية جبانة مكتملة الأركان، استهدفت المدنيين كمطار مدني، استهدفت الدولة، استهدفت كل مناحي الحياة ومدينة عدن، هذه المدينة التي تستحق كل الخير، تستحق كل الأمن والاستقرار والطمأنينة. كيف تعلق على هذا العمل وعلى هذا الاستهداف الغادر ضد مدينة عدن وضد مطارها وضد الدولة اليمنية ككل؟ مساء الخير أخي الكريم ومشاهدي قناة سهيل جميعا، ونرفع التعازي لشعبنا اليمني ولأسر الشهداء، ونسأل الله الشفاء للجرحى. بالنسبة لحادث اليوم، هو يمضي في نفس الإطار الذي بدأ منذ بداية هذا الانقلاب الغاشم الجنوني الجشع الذي يريد الاستيلاء على الثروة وتدمير كل مقومات الدولة لصالح فئة معينة تريد الحكم بالقوة السلاح والاسم الدين والسلالة. الذي يتوقع أن عدن أو تعز أو شبوة بمنأى عن أضرار هذا الانقلاب هو لا يقرأ الواقع بشكل جيد. المحافظات المحررة لم تسلم لا أثناء الغزو والعدوان الحوثي ولا بعد حتى طرده. إلى فترة قريبة تقصف أطراف عدن من قبل الحوثي إلى قيادات عسكرية كبيرة في قاعدة العند، وأيضا في لواء الدعم والإسناد حين قتل الشهيد أبو اليمامة لم تتوقف. نحن في معركة وحرب مستمرة مع عدو لا يرحم ولا يقيم للقيم المدنية ولا الإنسانية ولا الدينية أي اعتبار. في شهر رمضان في 2015 كانت مدافع الحوثي تقصف أحياء المنصورة وأحياء البريقة دون رحمة، قصفوا مصفاة عدن، أحرقوا المصفاة التي كانت يمكن أن تتسبب في كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل أن تحترق مدينة عدن. قتلوا النازحين الفارين عبر في القوارب في الميليشيات في البريقة، لن تتورع. نعم، لن تتورع عن قصف المطار، لن تتورع عن محاولة تحقيق أي انتصار واستهداف قيادات الدولة. رأينا استهداف وزير الدفاع في مأرب، استهداف رئيس الأركان، استهداف يعني كل ما يمكن أن يمثل الدولة وأن يكون معبر عن المشروع الوطني الجمهوري. استغلوا هذا اليوم الذي يفترض أن يكون يوم للتفاؤل وأن يلتئم الصف وأن تعود الحكومة، فأرادوا تعكيره بهذا الجريمة البشعة. أنا هنا لا أوجه الاتهام بشكل مباشر إلى لا أسبق التحقيقات ولا غيرها، لكن أنا أتكلم نحن في إطار حرب ومعطيات مثل هذه العمليات غير مستغربة ومتوقعة، وليس أمامنا عدو نزيه أو يمكن أن أو خصم نزيه نستطيع أن نتوقع منها أن يراعي الجوانب الإنسانية أو الوطنية، بل مع الأسف الشديد هو الذي أدخل اليمن منذ 6 سنوات في هذا المأزق الذي يتجرع غصصه سواء العسكرية والحربية أو الغصص الاقتصادية والفقر والتشرد، يتجرعها جميعنا الشعب من صعدة إلى المهرة إلى عدن إلى مأرب. ما هي الفرص والتحديات التي الماثلة أمام الحكومة وهي ها هي الآن
في العاصمة المؤقتة عدن، وأمامها تحديات كثيرة وفرص أيضا كثيرة. ماذا يجب عليها أن تفعل حتى تثبت حضورها، وحتى أيضا تعيد جدار الثقة لدى الشعب بها؟ ربما في فترة من الفترات كانت هناك بعض المؤثرات في الشارع في عدن أو في بعض مناطق الجنوب قد تعرقل يعني عمل الحكومة، أو يعني تعطي انطباع بالتعلق وراء شعارات معينة. لكن الآن الشارع قد بات مدركا أنه لا أمل ولا حل إلا بعودة مؤسسات الدولة، عودة الحكومة لممارسة مهامها، بعد أن جرب خصوصا الشارع العدني الخمس سنوات الماضية في ظل ضعف مؤسسات الدولة والفلتان الذي كان يجري في عدد من المؤسسات سواء في الجانب الأمني أو في الجانب الفساد والجانب الإداري. إذا الشعب متطلع أن تعود الحكومة، والحكومة الآن آتية في ظل يعني تعلق أغلب الشعب اليمني أن هذه الحكومة وحكومة وحدة وطنية، أن الخلاف أو الصراع الذي كان يعيق ويعرقل عمل الحكومة في السنوات الماضية قد وصل إلى حل وإلى تسوية وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. هذا الأمر يلقي بمسؤولية على الحكومة، وأنا هنا أؤكد أن الحكومة ينبغي أن تصمد وأن تثبت وأن تبقى في الداخل ولا تنحني أمام هذه العمليات الإجرامية التي تريد زعزعت ثقة الحكومة بنفسها وزعزعت ثقة الشعب بالحكومة. في المرة السابقة عندما حصلت جريمة التفجير في فندق القصر اللي استهدفت حكومة بحاح، لم تمكث الحكومة إلا ليلة ثم غادرت، وبعد أن غادرت لم تعد، وفقد الناس الثقة في الحكومة. الآن هذه الحكومة الجديدة رأينا تصريح رئيس الوزراء، رأينا تصريحات بعض الوزراء أنهم بكل ثبات وصمود سيبقون. لذلك نؤكد أن أمام الحكومة فرصة عظيمة، أن بقائها فقط بحد ذاته وصمودها في هذا الوضع هو أكبر انتصار للجمهورية وللدولة وللمواطن وللشعب. بعد ذلك أنا متأكد أن جميع القوى السياسية قد وصلت إلى معرفة وإدراك أن العدونا المشترك هو الانقلاب الحوثي، ولا لا 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 المماحكات والخلافات والعرقلة أداء بعضنا البعض لا يخدم أحد، لن يخدم إلا العدو المشترك. فهذه الفرصة اللي تبني عليها الحكومة عملها في الأيام القادمة وبقائها في الداخل والتكاتف الجميع لتوحيد الصف ضد الانقلاب. نعم، الأستاذ علي الأحمدي الناطق باسم مجلس مقاومة عدن سابقا كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستعراض ردود الأفعال تجاه الهجوم الإرهابي الحوثي الغادر على مطار عدن الدولي، الرسائل والدلالات، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة التي يسلط الضوء فيها على الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار عدن، الرسائل والدلالات. بطبيعة الحال وفي هذه الأعمال وأمام هذه الأعمال الإرهابية والهجوم الغادر والجبان الذي استهدف المدنيين والذي أدى إلى استشهاد 22 مدنيا وأيضا وجرح 65 جريحا، بين هؤلاء بين الشهداء الزميل الصحفي مراسل قناة بلقيس الفضائية أديب الجناني، وأيضا بين الشهداء وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة ياسمين العواضي. نحن أمام جريمة إرهابية مكتملة الأركان، لاقت هذه الجريمة غضب وتنديد واستنكار من كافة الأطراف المحلية والدولية، ووجهت سهام اتهاماتها إلى عدو اليمن اللدود، عدو اليمنيين وعدو الدولة وعدو الحياة وعدو السياسة وعدو التعايش والسلام، هي الميليشيا الحوثية. دعونا نستعرض ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي من السياسيين والصحفيين والدبلوماسيين وغيرهم الذين أكدوا تنديدهم واستنكارهم لهذه الجريمة الإرهابية
البشعة والمروعة التي استهدفت مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة الجديدة ظهر اليوم. أولا ما كتبه رئيس الوزراء معين عبد الملك يقول في تغريدة له على حسابه الرسمي: نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير. العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك يقول: والله إننا أكثر إصرارا وأشد عزيمة، ولن يرهبوننا. الرحمة في عليين للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. أيضا في التغريدة التالية كتب وزير الإعلام والسياحة والثقافة معمر الإرياني: نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر يقول: استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية، ويؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانع الموت والتدمير نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني. الأستاذ محمد الأشول وزير التجارة والصناعة يقول في تغريدة له: وصلنا إلى العاصمة المؤقتة عدن وكل الحكومة في خير رغم الوجع ورغم الحدث. رحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى وسنستمر. الأستاذ الصحفي ومستشار رئيس الجمهورية نصر طه مصطفى: رغم كل محاولات الطعن والتشكيك في جدية تنفيذ اتفاق الرياض، لأن البند الأهم فيه وهو تشكيل الحكومة حكومة كفاءات قد تنفذ، وها هي الحكومة تصل عدن وستبدأ مهامها رغم محاولات استهدافها الدنيئة، وستجد كل الدعم من شعبنا ومن الرئيس والأشقاء والعالم بعدما حظيت بترحيب شعبي ودولي كبير. رئاسة مجلس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك يوجه خطابا مباشرا للشعب اليمني من العاصمة المؤقتة عدن عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، مؤكدا أن هذا الهجوم يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها المتمثلة بمهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع اليمن. الدكتور عبد الله العليمي مدير مكتب الرئاسة يقول: الهجوم الإرهابي الغادر والجبان على مطار عدن الدولي في لحظة احتشاد جماهيري واسع لاستقبال الحكومة يعكس النزعة الإرهابية الكاملة لدى منفذي ويستهدف كافة أبناء الشعب اليمني، ولا شك أن هذه الأعمال ستزيد من إصرارنا على إنهاء الانقلاب وإحلال السلام. مايكل أرون وهو السفير البريطاني لدى اليمن يقول: أدين الهجوم الإرهابي على عدن المتزامن مع وصول الحكومة الجديدة كانت محاولة حقيرة لإحداث مذابح وفوضى وجلب المعاناة عندما اختار اليمنيون المضي قدما تعازي لعائلات القتلى، وأتمنى الشفاء للجرحى. أحمد الصالح يقول في تغريدة له: انفجار مطار عدن يجدد أهمية توحيد الجهود والعمل على بناء الدولة ومؤسساتها وتطبيع الحياة في عدن والمناطق المحررة. الحوثي عدو الجميع وهو المتهم الأول فيما حصل حتى الآن، ويجب فتح تحقيق عاجل في الجريمة الإرهابية. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحمد لله على سلامة بقية الحضور. الدكتور عبد الله العليمي أيضا يكتب تغريدة يقول: بذلت جهود مضنية للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية الفارقة من قبل فخامة الرئيس والأشقاء في المملكة ومن كل الحريصين على السلام في اليمن، وهذه الجهود ستستمر رغم كل التحديات المتوقعة.
الشعب اليمني والأشقاء وكل الأحرار أحرار العالم يقفون بصورة كاملة مع الحكومة التي ستواصل عملها من العاصمة عدن. الدكتور عبد الله العليمي أيضا وهي تغريدة. أما ياسر الرعيني الوزير السابق لشؤون مخرجات الحوار الوطني يقول: الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن لن تزيد الحكومة وكل مؤسسات الدولة إلى إصرارا وعزيمة على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن. فهد القرني يقول: ميليشيا الحوثي العدو الأول والأخير لكل اليمنيين، فحدث اليوم أثبت ذلك، أن الحوثي انزعج من توحد كل القوى السياسية وحاول اغتيال الحكومة باستهدافها بالصواريخ البالستية في مطار عدن. أما عدنان العديني نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة لتجمع اليمن للإصلاح يقول: ندين العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة أثناء وصولها إلى مطار عدن وسقط جراءها عدد من المدنيين بين شهيد وجريح. الدكتور محمد جميح يقول: محافظ عدن 13 شهيدا و65 جريحا جراء العمل الإرهابي في مطار عدن، والحرب مستمرة مع ميليشيا إيران الحوثية. ناطق الإصلاح: من يقف وراء الأعمال الإرهابية ساءه التئام اليمنيين في سبيل إسقاط الانقلاب. محافظ عدن وهو قيادي انتقالي يحمل الحوثيين المسؤولية، وكذا ناطق الإصلاح، الأمر واضح. الصحفي الخطاب الروحاني يقول: يفترض أن يكون الانفجار اليوم رسالة تذكير للجميع بضرورة إعادة ضبط البوصلة وتركيز الجهود في المعركة ضد عدو الدولة الأهم. صار من الواضح أن تحرير تعز يعد أولوية عسكرية وأمنية لحماية عدن. عدنان العديني يقول في تغريدة له على حسابي في تويتر: من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية، لأن الواضح أن من يقف وراء هذه الأعمال الإرهابية ساءه التئام شمل اليمنيين ووحدتهم في سبيل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. محمد اليفرسي العقيد في الجيش الوطني يقول: أعتقد أن الصواريخ من نوع فولجا سام 2 التي تم تعديلها، الروايات التي يدلي بها شهود عيان عن سقوط صاروخ بعد إطلاقه في الحوبان هي دائما تصف محرك الدفع البارودي الذي ينفصل بعد إطلاق الصاروخ. المقاطع الأخيرة تظهر وصول الصاروخين، زاوية الصاروخ أيضا تحدد نفس الاتجاه، وهنا يشير إلى مسؤولية الميليشيا الحوثية لهذا العمل التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي. الصحفي عبد الباسط الشاجع: البلد بحاجة إلى وزير فدائي، إلى سياسي مناضل، يصنعون اللحظة كأبطال في الميدان لا ديجيتال، يقاسمون الشعب التضحيات والنضال، حتى لو سقط شهيدا فليس دمه أغلى من دماء بقية أحرار اليمن. أهلا برجال الدولة وعودة حميدة ودائمة، حتى العودة إلى 70 والتحرير. الصحفي شفيع العبد يقول: بعيدا عن هوية الفاعل، فما حدث في مطار عدن جريمة إرهابية كانت تستهدف رئيس وطاقم الحكومة الشرعية اليمنية، ذهب ضحيتها مدنيون. الفعل يستدعي تضافر جهود الجميع لتعزيز فرص حضور الدولة، لأن غيابها مناخ ملائم لنشوء وتطور جماعات العنف والكراهية والإرهاب. إذن بهذا الموقف الواضح من عدو اليمن اللدود الذي يتربص باليمنيين، يتربص بهم في الطرقات، يتربص بهم في المدن، في القرى، يتربص بهم على أزقة المدن، يتربصهم في الصحاري والجبال والمدن والسواحل. العدو الحقيقي والعدو اللدود والأوحد لليمنيين هي ميليشيا الإرهابي الحوثية. وإذا أراد اليمنيون ودولتهم الخلاص من كل هذا الإرهاب وكل هذه الجرائم والخلاص من كل هذه الدماء التي تنزف في كل بقاع الوطن وربوع اليمن، عليهم أن يتخلصوا من هذا العدو الإيراني الحوثي الإمامي الفاجر. في أمان الله.